السودان تثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقع على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، مؤكدة إدانتها الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية. وشددت مصر على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة سيغريت كاخ، حيث جدد شكري التأكيد على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه ضمان التنفيذ الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية، بما يتضمنه من فرض تدابير مؤقتة بإلزام إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري لغزة، مشددا على ضرورة إزالة إسرائيل لكافة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات لسكان القطاع. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال 48 ساعة الماضية في خان يونس، مضيفا أن ذلك يؤكد نية الاحتلال المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط، وستتخذ الخطوات اللازمة لحماية قواتها في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة. أجرت كوريا الشمالية اختباراً على إطلاق صواريخ كروز من غواصة، وأطلقت صاروخاً مطوراً للمرة الثانية. وأشرف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون على اختبار الصاروخ الذي حلق فوق البحر قبالة الساحل الشرقي لبيونغ يونغ. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً جماهيرياً ضخماً في نسخته 55، حيث سجل خلال رابع أيامه من فتح أبوابه للجمهور أكثر من 254 ألف زائر، حيث تجاوز عدد الزوار 1,000,000 زائر ليصل إجمالي العدد إلى 1,254,173 زائر.